لطويل كان الحجاب، ذلك غطاء الرأس الذي ترتديه العديد من النساء المسلمات، موضوعاً للنقاش والجدل. وفي مصر، ذلك البلد ذو التراث الإسلامي الغني، يحمل هذا الموضوع وزناً خاصاً. وقد أثارت التعليقات الأخيرة للممثلة المصرية مروة عبد المنعم هذه المحادثة الوطنية من جديد، مسلطة الضوء على الحجاب. لقد أثارت كلماتها الجدل، مما أدى إلى ردود فعل من علماء الدين والمعلقين الثقافيين والمواطنين العاديين على حد سواء. تتعمق هذه المقالة في تعقيدات هذا النقاش، مستكشفة وجهات النظر المختلفة المحيطة بالحجاب في مصر. أشعلت مروة عبد المنعم، المعروفة بأدوارها في السينما والتلفزيون المصري، عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحاتها حول الحجاب. شاركت تجربتها الشخصية مع الحجاب، ورويت قرارها بارتدائه وخلعها لاحقاً. وقد مستت تعليقاتها، رغم أنها تعكس رحلتها الخاصة، القضية الحساسة المتمثلة في التفسير الديني والحرية الشخصية. وجاء رد فعل الجمهور سريعاً ومنقسماً، مما يظهر المعتقدات الراسخة المحيطة بالحجاب في المجتمع المصري. هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الحجاب الجدل في المجال العام في مصر. لقد ظهرت القضية بشكل متكرر، وغالباً ما كانت تشمل شخصيات بارزة في صناعة الترفيه. واجهت ممثلات مثل إلهام شاهين وهناء ترك انتقادات عامة وردود فعل عنيفة بسبب قراراتهن بخلع الحجاب أو ارتدائه على التوالي. تسلط هذه الأمثلة الضوء على الضغوط والتوقعات المجتمعية المفروضة على النساء في نظر الجمهور، لا سيما فيما يتعلق بالتزامهن بالأعراف الدينية. يكمن جوهر النقاش في مسألة الواجب الديني. ففي الإسلام يفهم الحجاب على نطاق واسع على أنه رمز للحياء والتقوى، ومع ذلك فإن تفسيرات طبيعته الإلزامية تختلف. يؤكد بعض علماء الإسلام على أهميته كركن أساسي من أركان الإيمان، بينما يتبنى آخرون وجهة النظر أكثر دقة مع مراعاة عوامل مثل السياق الثقافي والقناعة الشخصية. ويساهم هذا التنوع في الفكر داخل الأوساط الدينية في تعقيد النقاش في مصر. القسم الخامس، وجهات النظر المجتمعية حول الحجاب في مصر. يضم المجتمع المصري، على الرغم من كونه مجتمعاً مسلماً في الغالب، مجموعة من وجهات النظر حول الحجاب. فالحجاب ليس مجرد قطعة قماش، بل هو رمز يحمل معان متعددة. فبالنسبة للكثيرين، يمثل الحجاب جزءاً لا يتجزأ من هويتهم الثقافية والدينية. إنه يعكس التزامهم بتقاليدهم وقيمهم، وينظرون إليه على أنه رمز للاحترام والتقاليد والتواصل مع دينهم. إنه يعزز الشعور بالانتماء والهوية، بينما يؤكد آخرون مع اعترافهم بأهميته الدينية على أهمية الاختيار الشخصي والحرية في مسائل الإيمان. يرون أن الحجاب يجب أن يكون قراراً نابعاً من قناعة شخصية، وغالباً ما تؤطر هذه النظرة الحجاب على أنه قرار يترك على أفضل وجه للنساء أنفسهن، بعيداً عن الضغط أو الحكم المجتمعي. في النهاية، يعكس الحجاب تنوع الآراء والاختيارات في المجتمع المصري. القسم السادس، وجهة النظر العلمانية، الاختيار الشخصي والحرية. يتجاوز النقاش حول الحجاب نطاق الخطاب الديني، ليتقاطع مع حوارات أوسع حول الحرية الفردية وحقوق المرأة. وغالباً ما تدافع الأصوات العلمانية في مصر عن حق المرأة في اختيار ملابسها، بعيداً عن الإملاءات الدينية أو المجتمعية، ويجادلون بأن الاستقلالية الشخصية وسلامة الجسد وحرية التعبير لها أهمية قصوى بغض النظر عن المعتقدات الدينية للفرد. وتؤكد هذه النظرة على الفصل بين الدين والدولة، داعية إلى مجتمع يكون فيه الأفراد أحراراً في ممارسة دينهم دون المساس بحقوق الآخرين. القسم السابع، دور الإعلام، مضخم أم وسيط؟ تلعب وسائل الإعلام
التقليدية منها والرقمية دوراً مهماً في تشكيل الخطاب العام المحيط بالحجاب، فهي ليست مجرد الناقل للمعلومات بل تساهم في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاشات. وغالباً ما تضخم المنافذ الإخبارية والبرامج التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي أصوات أولئك الذين لديهم آراء قوية حول هذه القضية، مما يساهم أحياناً في الاستقطاب. هذا التضخيم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، ويمكن للطريقة التي تؤطر بها هذه المنصات النقاش والروايات التي تختار إبرازها والأصوات التي تختار تضخيمها أن تؤثر على الرأي العام. هذه التأثيرات يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية اعتماداً على كيفية تناول الموضوع. من الضروري أن تتعامل وسائل الإعلام مع هذا الموضوع الحساس بدقة ومسؤولية، وأن توفر منصة لوجهات النظر المتنوعة وتعزز الحوار القائم على الاحترام. هذا يتطلب التزامن بالموضوعية والحياة لضمان تقديم صورة متوازنة وشاملة. القسم الثامن، وسائل التواصل الاجتماعي، منصة للأصوات المتنوعة. أصبحت منصات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص ساحات معارك للنقاش حول الحجاب، فهي توفر مساحة للأفراد للتعبير عن آرائهم ومشاركة تجاربهم والمشاركة في مناقشات حماسية. ومع ذلك فإن هذه المساحة عبر الإنترنت ليست بمنأى عن انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والسايبر بولينج. وبينما يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية لتضخيم أصوات المهمشين وتعزيز التفاهم، فمن الضروري التنقل في هذه المنصات بحذر وتفكير نقدي والتزام بالحوار القائم على الاحترام. القسم التاسع، الفجوة بين الأجيال، تحولات في وجهات النظر حول الحجاب. يعكس النقاش حول الحجاب في مصر أيضاً فجوة بين الأجيال، فالأجيال الشابة المتأثرة بالاتجاهات العالمية وإمكانية الوصول إلى المعلومات غالباً ما يكون لديها وجهات نظر أكثر ليبرالية حول هذه القضية، وقد يكونون أكثر عرضة لرؤية الحجاب على أنه مسألة اختيار شخصي وليس واجباً دينياً. ويضيف هذا التحول في وجهات النظر بين الأجيال طبقاً أخرى من التعقيد إلى النقاش، مما يبرز الطبيعة المتطورة للأعراف الدينية والثقافية. القسم العاشر، نقطة التقاء الديني والحياة العامة. إن النقاش حول الحجاب في مصر لا يدور فقط حول قطعة من الملابس، إنه يعكس أسئلة أوسع حول دور الدين في الحياة العامة وحدود الحرية الشخصية وحقوق المرأة في مجتمع ذي أغلبية مسلمة، ويجبر المصريين على التعامل مع معتقداتهم وقيمهم وتفسيراتهم للإيمان في عالم سريع التغير. وهذه المحادثة المستمرة ضرورية لتعزيز التفاهم والتسامح واحترام وجهات النظر المختلفة. القسم الحادي عشر، الخاتمة، محادثة معقدة ومتطورة. إن النقاش الدائر حول الحجاب في مصر متعدد الجوانب وشخصي بعمق ويتطور باستمرار. إنه موضوع يمس حياة الكثيرين ويثير مشاعر قوية وآراء متباينة. لا توجد إجابات سهلة أو حلول مبسطة، كل فرد لديه وجهة نظره الخاصة وتجربته الفريدة التي يجب أن تحترم. إنها محادثة تتطلب التعاطف واحترام التفسيرات المتنوعة والاستعداد للمشاركة في حوار هادف. يجب أن نستمع لبعضنا البعض بقلوب مفتوحة وعقول متفهمة. وبينما تبحر مصر في هذه القضية المعقدة، من الضروري إعطاء الأولوية لأصوات وجارب النساء وضمان حقهن في الاختيار وحرية التعبير وسلامتهن من المضايقات أو التمييز. يجب أن يشعرن بالأمان والاحترام في كل مكان. إن النقاش حول الحجاب رغم كونه صعباً يمثل فرصة لمصر للتفكير في قيمها واحتضان تنوعها. يمكن أن يكون هذا النقاش بداية لفهم أعمق وتقدير أكبر للتنوع الثقافي والديني والسعي من أجل مجتمع أكثر شمولاً، مجتمع يحتضن الجميع ويعزز التفاهم والاحترام المتبادل.